بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونتابع مع رياض الصالحين، سائلين الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. وما زلنا مع باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وهذا مثال جميل بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يستمع إلى العلم، لمن يستمع إلى المواعظ، لمن يحب الاستماع إلى الخطب والخطباء. أقسام الناس في سماع المواعظ وفي سماع الخطب وسماع العلم الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، الغيث اللي هو المطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وده حال الناس الطيبين اللي هم بيسمعوا العلم وبيعملوا بالعلم، غير أنهم يعني مش دعاء إلى الله عز وجل. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل، ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال القرطبي رحمه الله صاحب التفسير: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين، وشبه السامعين له بالأرض المختلفة، زي ما بيكون في أرض كده ما شاء الله بتنبت وأرض لا تنبت وإلى آخره، فشبه الناس بالأرض المختلفة. فمنهم العالم العامل المعلم، العالم يعني بيتعلم وبعدين بيعلم ويعمل بعلمه وبعدين يعلم هذا الغير يعلم هذا العلم الغير، فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. طيب القسم الثاني: ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله ولم يتفقه فيما جمع، يعني هو بيعملش بالعلم اللي بيسمعه واللي بيعرفه، لكنه أداه لغيره، يعني هو داعية إلى الله عز وجل بيعلم غيره اللي هو تعلمه، ما هو بيعملش بهذا العلم. فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعه. ومنهم من يسمع العلم، ده بقى قسم آخر من الناس، من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، هو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده. والحاصل أن الناس في الدين ثلاثة أقسام. رقم واحد عشان نشوف كده إحنا من فيهم: قوم علموا وعملوا وهم عامة المؤمنين، أهل الإيمان أهل الطاعة، علموا وعملوا، بيسمع الخطب بيسمع المواعظ وبعدين بعد كده بيعمل باللي هو باللي هو يعرف، وهذا من الناجين إن شاء الله جل وعلا. وقوم علموا وعملوا وعلموا، دول بقى منزلة أعلى شوية، وهم العلماء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقه. رقم ثلاثة بقى: قوم لم يعملوا، لم يعملوا، الجماعة السميعة، يسمع كده الخطب يسمع المواعظ حاجة جميلة ويمصمص على الشفايف ويبقى فرحان قوي، أما كان عندنا خطيب، أما سمعنا موعظة، أما سمعنا كذا، لكن للأسف حينما تبحث يعني في حياة هذا الشخص تجده أبعد ما يكون عن كتاب ربي عز وجل وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هؤلاء لسيما في هذا الزمان. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا يشمل كذلك الكفار والفاسقين. يبقى يا ترى إحنا من فيهم؟ في هذا التشبيه أو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حال الأرض مع الغيث أو مع المطر في النبات وغيره،
فالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين التقسيم ده بصورة ثانية برضو جميلة، قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني. فعالم رباني هم دولة اللي إيه؟ علموا وعملوا وعلموا، ومتعلم على سبيل النجاة اللي هم عامة المؤمنين. القسم الثالث ده بقى اللي مشكل، اوعى تكون منه. وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق. هو خلاص إمعة، يعني إن أحسن الناس هو يحسن، وإن أساء الناس فهو إيه؟ فهو يسيء. كذلك في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. واحد كده جاء في صحراء في مكان خالي وعمل إيه؟ ولع نار كده يستدفئ بها ولا حاجة، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. لما النار معروف طبعا الفراش والجنادب والحاجات دي كلها بتيجي على الايه؟ بتيجي على الاضاءة. فكله جاء وقعد يقع فين؟ في النار. زي انت كده لما بتقيد البتاع اللي هنا الصاعق ده كده وتطفي المسجد كله، ليه؟ عشان يلم الذباب كله والناموس والكلام ده. فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. وشوف بقى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يذبهن عنها. ده بقى زي حال الرجل كده عمال يبعد الفراش مش عايزه يتحرق، هو ده حال النبي عليه الصلاة والسلام، عمال يبعدنا ويبعد الجميع عن ايه؟ عن هذه النار. والناس حالها عاملة زي الفراش كده، كله بيجري على طريق النار والعياذ بالله. وهو يذبهن عنها، يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. يا سلام، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كلامه كله بيبعدك عن النار حينما نسير خلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شبه صلى الله عليه وسلم تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك، مع منعه إياهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه. وكلاهما ساع في هلاك نفسه لجهله والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. تقولش بقى ده قرف ده الكلام ده، إيه الموضوع ده؟ لا، ده حال النبي عليه الصلاة والسلام، فيه شيء من التواضع وفيه شيء من التماس البركة، يعني قل أن تجد يعني من يطبق هذه السنة المهجورة. أمر صلى الله عليه وسلم إيه؟ بلعق الأصابع، وده من سنة النبي، والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. تجد الآن سبحان الله نأكل الأطباق يعني أنصفها ويرمى يعني إيه ما يتبقى من الطعام فين؟ في يعني في الزبالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضر عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. يبقى في هذا الحديث الحث على كسر النفس بالتواضع وأخذ اللقمة الساقطة ولا يدعها كما يفعله بعض المترفين استكبارا، والأمر كذلك بلعق الأصابع والصحفة. يبقى ده كل ده من إيه؟ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. هم كده رايحين على النبي، رايحين على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي يحصل؟ لا، اللي بيقبض عليهم كده: تعالى انت رايح فين؟ مش مكانك ده، تعالى. يا ترى كانوا بيعملوا ايه الجماعه دولات؟ فاقول: يا رب اصحابي، يا رب اصحابي. فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فاقول كما قال العبد الصالح
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يعني ابتدعوا في الدين، بعدوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، راحوا للأضرحة، راحوا للأموات يسألوا ويطوفوا بهذه الأضرحة من دون الله عز وجل، ده شيء من البدع. قال الخطابي: فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك، وإنما وقع ذلك لبعض جفاة الأعراب ولم يقع لأحد من الصحابة المشهورين. وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. وقال عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلمه، شوف بقى متابعة سيدنا عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في هذا الحديث التسليم لله عز وجل في أمور الدين وحسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يكشف عن معانيه، يعني لم يتضح لنا الحكمة إيه من ذلك، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم نعلم الحكمة فيه. وفي كذلك دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر خاصية ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان من فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الإيه إلى بيان الأمر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.